إيه الله 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 الله، ما يبقاش قلبك اسود. انا خلاص بقى استقوس، اذا كنت انا غلطت في الاول انا في النهايه صلحت الغلط. تفتكري بقى الوحش وتنسي الحلو؟ ما علينا بقى، ما تغيرش الموضوع. كنت عايزني في ايه؟ كنت عاوز افرحك، ابشرك. خير؟ مش خلاص جبت المحل؟ يا حليلة. امال ايه؟ ده انت طلباتك اوامر. الله يخليك. امال ايه يا استقوصة؟ مش ناقص بقى غير انا وانت نوصل نسجله. امال نفتح المحل نوضبه وننوره ونفرشه، وبعد كده نكتب الكتاب ونعلي الجواب. بص بقى اهو، انت تاني برضو بتغير الموضوع. ما احنا بنتكلم في موضوع المحل، بتورب على الجواز ليه؟ هو الجواز هيطير يا ستي. مش هيطير ولا حاجه، بس زي ما تقولي قلبنا اللي بيفرفر زي الحمامه المذبوحه. انا زهقت من الوحده قوي يا استوس صدقيني. وبعدين حتى البيت السمكه بنتي فين وفين لما بشوفها الايام دي؟ قال ايه؟ مشغوله بالمحل بتاع الاستاذ علي. وماله بقى الاستاذ علي؟ احنا هنعيده. هتبمبك في الكلام ايه بس يا استقوسه؟ لو ما كنتش تزرزري بسرعه كده. الله، ليه انت عصبيه؟ بتتكلم يعني؟ الله، طب ده انا حتى مقستيزه المره دي. عليا النعمه عمري ما قلت اسمه الا لما بحط قبل اسمه كلمه الواد علي. الواد علي راح، الواد علي جه. الواد علي ده اللي مش عاجبك؟ ركب الموجه خلاص اللي هيقش بيها الجميع. يا ريتنا يا اخويا نص علي ولا ربع علي، بكره الدنيا كلها تحفى كده ورا علي، وكلهم يقولوا ايه اللي حصل لعلي ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. يا ستي ما قلناش حاجه، ربنا يزيله كمان وكمان. بس انا برضو من حقي اقلق على بنتي يا استقوسة، ولا انا غلطان؟ ايوه الله، يا اما يتجوزها يا اما ينطرها. ينطرها؟ انطر الكلمه دي من بقك. الجواز يا اخويا اسمه ونصيب. قلتش حاجه، انا ما بقولش يجيب المأذون دلوقتي ويكتب عليها، بس يعني حتى يشاور لنا من بعيد، يدينا اي اماره. يا ريس جمعه، اللي اعرفه ومتاكده منه ان علي بيعز سمكه الصراحه، يعني حاططها جوه عينه. واللي انا متاكد منه انه برضه بيعز الست مديحه، والصراحه يعني حاططها جوه عينه، وما بيقدرش يكسر بخاطر بطه، والصراحه يعني حاططها جوه عينه. انا مش فاهم عينه دي هتسع مين ولا مين؟ دي ولا العين السخنه بكل شاليهاتها. ما هو يا ريس جمعة أقول لك إيه، بس القلب وما يريد يا أخوي. طب عندك أنا هم ياما ياما بهوايات وأساتذة حفي وراي. ده أنا كنت بهشهم إيه، شوية باليمين وشوية بالشمال، شوية باليمين. فعلا أمي ده عيالي، إني وقعت في واحدة زيك أنت يا أوسة. ما هو السهواكة بتاعتك دي يا معلم مش هتخلينا نتكلم في الموضوع اللي إحنا جايين عشانه، اللي هو المحل. قول هنجيب البضاعة بتاعته منين؟ عندك حق، هو هنجيب البضاعة منين؟ ولا اللي هقول برضه، ما انت اللي تقول، انت الراجل برضه سيد الرجال. يا ستي مش مهم البضاعة، انت بس اديني ميعاد امتى نكتب الكتاب ونعلي الجواب.